أخطر وأصعب وأطول رحلة قطر في العالم كله، رحلة المغامرة السيبيرية بالقطار السيبيري، تبتدي من موسكو في روسيا، نقطع كل سيبيريا، وخصوصا لو إيه في الشتاء يا جماعة. سيبيريا 8 تايم زونز، بنغير الساعة 8 مرات فيها، 8 خطوط طول مختلفة، توصل بالقطر لغاية حدود كوريا الشمالية في الشمال، وبعدين ترجع تاني لبحيرة البايكال، أكبر بحيرة عذبة في العالم كله، تنزل بعديها في بلد منغوليا، بلد شنكيز خان وهولاكو، لغاية ما توصل لعاصمة المنغولية ألامباتار، تقطع كل منغوليا تاني لغاية ما نخلص الرحلة السيبيرية في العاصمة الصينية بكين. كتير منكم مش هيتخيل المسافة كبيرة قد إيه غير لما نشوفها على الخريطة. تعالوا نشوف. بيلعبوا بوكر، نضحك عليهم بشوية عسلية ونقول لهم هاتين صورنا. معانا واحد يا جماعة كل خمس دقايق يعدي سالم يقول هاي منغوليا. منغوليا شنغيز خان. اه امانة. أحلى حاجة إنه جاي يقعد. لما تكون قاعد في قطر 10 أيام حاجة صعبة جدا. ولما تكون قاعد في قطر درجة الحرارة بره على الأقل تحت 0-40 درجة، يبقى لازم إنك أنت تتحرك ولازم تطلع تتكلم مع الناس اللي معاك في القطر دول. عمنا مسعد والحاجة بهية بجد ناس لذاذ جدا، وأثبتولي إن المغول ناس طيبين جدا. واللي كمان خلى القطر دي رحلة ممتعة جدا وكلنا كعيلة واحدة، عمنا ليه الراجل الصيني الجميل اللي بجد كان بيضحكنا من جوه قلبنا. تعالوا نشوف كده مع بعض. لقينا في قعدة ستات جنبنا من منغوليا، ناس الله ينور يعني قاعدين كبار، فقلنا هنروح نشوف هم بيتكلموا في ايه. نروح نشكس حد تاني. هم عازمين علينا باللب بتاع البقلاجان ده، واحنا عازمين عليهم باللب سوبر. ارتيجي من بودوك دنا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا عم مصعد. تعالوا فرعون اهو عمنا شنكيز خان الله ينور. وان الجي اللي هيركب القطر السيبيري في ديسمبر ويناير زي ما انا ركبته هيحمد ربنا جدا على الظروف وعلى المناخ اللي عندنا في مصر. بجد نعمه كبيره من ربنا. سيبيريا تخيلوا ان هي كل الانهار فيها مجمده ثلج، لو فتحت الازاز بتاع بيتك اكتر من 3 دقايق عمره ما هيقفل تاني. لو مشيت لازم تبقى مغطي مراخيرك وبقك كله بثيرموستاتيك ضد الحراره عشان خاطر رئتك ما تتجمدش. اللي هيركب القطر السيبيري هيحس بنعمة كبيرة جدا تانية، ان هو تركب قطر او تركب اي حاجة وتوصل في ميعادك. 10 ايام في القطر السيبيري ووصل في ميعاده بالثانية في بكين. نهر السيبيري. صباح الخير عبد المسعد. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ 100 100. صباح الفل ليك. Good. E E A A E A I I you I love you I love you I love you يا جماعة. هتسألوني ده إيه؟ دي عزومة يبقى هناكلها. والله العظيم الراجل ده 100 100. ليه فيري جود. الشعب المغولي بيعشق اللحمه، شعب بيفطر لحمه، بيتغدى لحمه، وبيتعشى لحمه. كل شويه الحاج مسعد والحاجه بهيه يعدوا عليا يروحوا مديني حواوشي معيز
شربوني لبن معيز، بعدين قلت لازم ارد على حاجه زي كده. رحت داخل عليهم مديهم نوجة ومديهم ملبن ومديهم لب وسداني. الواد جاب جماعه شويه ملبن على الاساس من جوه الشراشه حلوه. عزموا علينا باللبن وحواوشي مغولي. ده قلب عمره ما حبك ولا مليون سنة راح تعدلها. قلبك بقى انتي كبتها بتها لي 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 يا لي لي يا لي لي. احنا حسنا يا جماعة. وعدت ناس كتيرة جدا قبل سفريتي لسيبيريا ان انا هروح ارفع علم مصر واسيبه في اسقع نقطة في العالم كله. مدينة في سيبيريا هي الاسقع في تاريخ العالم كله، دخلت موسوعة الارقام القياسية. خلينا نشوف وانا بوفي بوعدي بسيب علم مصر الصغنطوط خالص ده فوق الكوبري هناك في محطة القطر في المدينة دي. اسقع حتة في سيبيريا. طنط من الجيش المغولي جاي تفتش. يا اهلا يا اهلا. لو تعتمد على قفها الحديدي عملت السرير. صباح الفل الفل. صباح خوف. صباح فل. ايوه 10 ايام في القطر السيبيري. حتى لو الراجل اللي معاك مغولي ما بتكلمش غير مغولي، تاني صيني ما بتكلمش غير صيني، وانت مصري ما بتكلمش غير عربي، حتى لو ما فيش اي لغه مشتركه بينكم هتتكلموا مع بعض. وكمان هتسموا المغولي ان هو العم مسعد، وهتسموا الصيني ان هو العم ليه، وهتتكلموا مع بعض كلام كتير جدا، يمكن بلغه الاشاره، يمكن بس بكده بالحركات. ولكن عايز اقول لكم ان والله 10 ايام لحظه الوداع او لحظه ان احنا خلاص هنسيب القطر كانت مؤثرة جدا جدا جدا، وحسيت ان احنا بجد كنا مع عيلة معانا. ادونا اكل، اديناهم اكل مصري، وعملنا حاجات كتيرة جدا خلتنا عيلة واحدة في القطر السيبيري. خلينا نشوف. لحظة الوداع مع الناس المغولية. عامل ايه حبيبي؟ يا جماعه دي حبيبنا وهنديله هديه عشان خاطر الراجل تعب معانا جدا. هنديله هديه البابيرس ده. هفا؟ ياه. اه ثانك يو. هابينس بيس بيت هاكاكوفيتش اراوند ذا وورلد. انا من منغوليا. انا خيط من مصر.